ماما تيتا ملك هلو everybody here اصلك ليه كده؟ فين ولا ايه؟ ايه 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 ده؟ فجعتيني. ايه ايه فجعتك دي؟ وانا عفريت؟ لا 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 عفريت ايه؟ ده انت قمر يا قمر. انت ايه اللي مطلعك من اوضتك كده؟ يعني قلت اتمشى. هو في هنا حصر تجول يعني ولا ايه؟ لا ما اقصدش يا حبيبتي، انا اقصد ان انت المفروض يعني تقعدي في اوضتك في سريرك وكل حاجه واي حاجه تيجي لغايه عندك. اصل انا بحب اتمشى في الصاله، وخصوصا لما يبقى البيت فاضي كده، بخاف لحسن حد يدخل يسرق. والله تيتا المفروض تألفي مش تمثلي، يعني حرام الخيال الخصب ده يدفن كده. الله يرحمه بقى. إن أنا أقول لي أنت جاي ليه النهارده؟ ها؟ جاي دلوقتي ليه؟ أنا جاي عشان أطمن على ماما. يا شيخ، أنت مش أنت عارف إن ماما بتبقى في الوقت ده في الشغل؟ وأنا من فرحتي نسيت. وأنت فرحان ليه بقى؟ أنت عايز تتجوز تاني؟ لا أتجوز تاني إيه يا تيتا؟ وأنا قادر على ياسمين أولاني لما أتجوز تاني. طب أمور فرحان ليه؟ هقول لك، أصل الراجل أبو سلمى اللي داوود كان عايز يتجوزها عايز يفتح شركة تسويق عقاري ويخلينا أسوق له كل شغله. البت دي يا أخي غيتتها كده وأنا ما حبيتهاش، وأنا مش عارفة أخوك متمسك بيها ليه؟ والله يا تيتا بقى دي أذواق، يعني كل واحد على حسب ما نفسه بتجيبه، وكل قرص جلة ولدبانه. إيه المثل اللي ريحته وحشة ده؟ ده زي كل فولة وليها كيالها كده، بس ده فيرجن تاني. هي ماما قافلة الباب ليه كده؟ والله هي قالت لي خلي بالك من الباب ده ما تخليش حد يفتحه. ياه، هو الموضوع كبير قوي كده؟ الظهر. طب عارفة يا تيتا؟ ما تيجي نفطر سوا بقى وحشني قرص البيت بالعجة اللي أنت بتعمليهولي. حاضر من عينيا. حبيبتي يا تيتا. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.